قاصف دالمان من أهم المستشرقين اللي قدموا هذه الموسوعة تطرح حياة الشعب الفلسطيني بموضوعية وبإطار. دائما كان الاستشراق الألماني مختلف عن الاستشراق الغربي، ولكن دالمان بالذات قدم موسوعة مهمة بهاي المرحلة التاريخية، قدمت لحياة الشعب الفلسطيني بكل تفاصيلها. عندما نتحدث عن عناصر التراث غير المادي، قدم كثير من العناصر بدراسة موضوعية. الحرب على الهوية الفلسطينية كانت قائمة منذ زمن طويل. أعتقد ترجمة أو نقل هذه الموسوعة على العربية المفروض أنها تعطي قبل القارئ الفلسطيني القارئ العربي الثقة أنه على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض أناس يستحقون الحياة بالذات لما يحصل في 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 غزة. رشقه لهذه البلاد، انغماسه بحياة الناس، بظن هو اللي خلته يصمد ويتابع البحث بمنهجية عجيبة، يعني نتعلم منها حتى اليوم. خلاصة هذا العمل العظيم اللي عمله دالمان، ربما يكون في ملاحظات متعددة هنا وهناك، ولا ننسى أنه عمره 100 سنة هذا العمل، لكن خلاصته هو ترسخ الرواية الفلسطينية عن أن هذا الشعب لا زال مستمراً في بقائه على أرضه في كافة العصور، منذ العصور الكنعانيين وصعودا حتى الآن. ترجمة كتاب دالمان عن جغرافيا القدس كان عملا دقيقا فيه تفاصيل عديدة جدا، لأن دالمان حرص على تتبع جغرافيا القدس في جبالها وسهولها ووديانها وأنظمة الماء فيها تتبعا دقيقا جدا، بما في ذلك ذكر أسماء المواقع القديمة التي تغير بعضها ولم يعد ممكن من بسهولة معرفتها. كذلك حرص دالمان على ذكر المقابلات في اللغات القديمة من عبرية وآرامية ويونانية وسواها. تحتوي كافة مناحي الحياة، كيف كان يعيش الشعب الفلسطيني، الأعراس والأتراح والحصاد وبناء البيوت، يعني فيها تفاصيل غير موجودة في أي كتاب. أنا أعتقد أنها من أهم الكتب اللي هي فلنقل وثيقة في النصف الأول من القرن 20 عن حياة الشعب الفلسطيني، وستبقى لفترة طويلة.